بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعاني والسعادة، يا الحضور الكريم، أنا بكلمتي، طبعا هناك كلمة مكتوبة وممكن الجميع يطلعوا عليها موجودة لدى الأمين العام، ولكن بكلمتي بحب حدث هيك نتناقش مع بعض موضوع الندوة يلي نحن مجتمعين لقاله اليوم. بحب أشير بالبداية الكلمة أنه بالرغم من كل الأحداث والتطورات والتحولات السياسية وعدم الاستقرار الأمني في بعض دولنا العربية، ما زال القطاع المصرفي العربي بألف خير، وما زال بحقق نمو ونمو جيد من سنة إلى أخرى. آخر أحصائيات قام بها اتحاد المصارف العربية تشير إلى أنه حجم التمويل، حجم الائتمان المصرفي من القطاع المصرفي العربي، وتحديداً ب 30/3/2014، بمعنى آخر بالربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.7 تريليون دولار. وإذا نكون دقيقين أكثر بالأرقام، 1.67 تريليون دولار، وهذا رقم كبير وكبير جداً. إذا ننظر لموجودات القطاع المصرفي العربي، بالربع الأول من العام بلغ 3 تريليون دولار، بنسبة نمو عن عام 2013 حوالي 10%، ونسبة نمو ما بين 31/12/2013 إلى 30/3/2014 نسبة النمو حوالي 4%، لأنه إجمالي الموجودات للقطاع 2.7 بنهاية العام و 3 تريليون بالربع الأول من العام. فإذا عم يحقق نسب نمو متصاعد من حيث الموجودات وأيضا من حيث الودائع اللي أنا حأذكرها بعد شوي. ربما نقول أنه كيف قدر القطاع المصرفي العربي يقدر يحقق هذا النمو بظل هذا الأحداث؟ السبب الأول والأساسي هو طبعا البترول والغاز، هذا الموضوع اللي أعطى حجم وحجم كبير ضمن موجودات القطاع المصرفي العربي. ولكن للأسف، مش للأسف بس، خليني أقول من هني، في دولتين فقط من أصل 20 دولة عربية بيمثلوا أكثر من ثلث إجمالي موجودات القطاع، وهم السعودية والإمارات. إجمالي موجودات السعودية الإمارات 594 مليار دولار، يعني أكثر من نصف تريليون دولار، وإجمالي موجودات السعودية 530 مليار دولار، تحديدا 531 مليار دولار. فإذا أكثر من تريليون دولار فقط دولتين، لأن الإمارات والسعودية. من هون نشوف أنه عائدات البترول أثرت بشكل مباشر بنمو موجودات القطاع المصرفي العربي. إذا نطلع على الودائع، بلغت 1.9 تريليون دولار. 1.9 تريليون دولار بتمثل 67% من إجمالي حجم الناتج المحلي الجي تي بي. وإذا ذكرت أنا تمويل ذكرته 1.7، 1.7 بيمثل 60% من حجم الناتج المحلي. فإذا القطاع المصرفي العربي اليوم عم بيساهم بشكل أساسي بتمويل الاقتصاد. ولكن السؤال المطروح، ما هو نسبة التمويل من هالمبلغ الكبير إلى يذهب إلى تمويل قطاعات أو مشاريع الصغرى والمتوسطة؟ إحصاءات اتحاد المصارف العربية اللي عملتها مع البنك الدولي بعام 2010-2011 أظهرت أنه هذه النسبة ضئيلة وضئيلة جدا، لا تتعدى 10% بكل الدول من الإجمالي. هذه الإحصائيات عملناها عام 2011، كانت حجم التمويل بهذا العام 1.4 فقط تريليون دولار. اليوم عم نحكي بحجم تمويل 1.7، ولكن نسبة التمويل التي تذهب إلى المشروعات الصغرى المتوسطة لم تتغير، بعد نسبة تقريبا زيتها بكل الدول العربية. إذا بناخذ المغرب نسبتها بحدود 20، كانت 24% صارت 20%،
إذا بناخذ لبنان 16% ما بين 2011 و2014 أو 2013. إذا بناخذ دول الخليج، أساسا دول الخليج هي نسبتها كثير واطية بموضوع التمويل لمشروعات الصغرى المتوسطة، ما عدا البحرين وعمان. البحرين بحدود 12% وعمان في ارتفاع كبير من 2% إلى حوالي 90% أو تحديدا 94% تذهب إلى تمويل المشروعات الصغرى المتوسطة. السبب الرئيسي أنا بعتقد إنه سلطنة عمان اهتمت بموضوع تمويل المشروعات الصغرى لأنه كان في قرار من أعلى سلطة من الدولة هو السلطان قابوس جبر المؤسسات والمصارف تأخذ نسبة من إجمالي الائتمان اللي هي عم تمنحه يذهب إلى التمويل المشروعات الصغرى، على ما تقول هذه النسبة عن 5% من إجمالي الائتمان. الدراسة اللي أديها اتحاد المصارف العربي بعام 2011 بتقول إنه هال10% متفاوتة ما بين قطاع عام وقطاع خاص، ولكن ما في فرق، حتى بنوك القطاع العام ما عم بزيد بتمويلها مماثل للقطاع العام. إذا يعني أخذنا مصارف اللي هني قطاع عام على سبيل المثال مصرف الأهل التجاري بمصر اللي هي أكبر بنك بمصر وهو قطاع عام، إذا أخذنا مصرف الأهل التجاري السعودي، التمويل الذي يأتي من المصارف من القطاع العام مماثل للتمويل الذي يأتي من القطاع الخاص بإجمالي كما ذكرت نسبتها لا تتعدى 10%. أمر آخر بحب أذكره أنه ما زال المعوقات اللي هي ما هي المعوقات اللي ممكن أو نحن المفروض نطلع عليها بموضوع تمويل المشروعات. أولا هناك معوقات تتعلق بإدارة المخاطر لدى المصرف. المصارف تعتبر أنه إذا هي بدها تمول مشروع كبير هذه عالية المخاطر، مشروع عفوا متوسط أو صغير هي عالية المخاطر بسبب عدم إذا صح التعبير إدراك العميل أو جهل العميل بتقديمه لبيانات مالية صحيحة. أنا مصرف إذا بدي مول أي عميل مفروض هذا العميل ليش يعطيني بيانات مالية صحيحة، المفروض يكون عنده بالانس شيت مظبوط ويكون عنده التزام بالدفع، لأنه المصرف ما حيعطي أي تمويل إذا ما كان عنده بمقابل ضامن إنه هذا التسديد لازم يرجع. فإذا واحدة من أهم المعوقات اللي بتعيق موضوع التمويل هي المخاطر اللي بتعتبرها المؤسسات المالية إنه هي عالية المخاطر وبالتالي ما بتفوت بموضوع التمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. فإذا مش فينا نقول له فقط المؤسسات المالية ونجي نقلها إنه أنت عندك حجم تمويل كتير كبير ليش ما عم تعملي أسامي؟ هناك مسؤولية أخرى، مسؤولية على الحكومات، مسؤولية على كما ذكر معالي الوزير الصبح إنه إذا ما كان عندنا استقرار أمن سياسي ببلادنا وبلاد العربي ما بيكون عندنا ازدهار بالاقتصاد. تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة هو عنصر أساسي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، محاربة البطالة، خلق فرص عمل للشباب. وهذا الموضوع برأيي أنا موضوع هام وهام جدا، ليس فقط إنه قصة بطالة وما بعرف شو هالكلام، اليوم العالم العربي عم يشهد تحديات أكبر بكثير من قصة بطالة. البطالة عم تؤدي إلى احتضان الشباب بمنظمات إرهابية. البطالة عم تؤدي إلى خراب العالم العربي. بدي أقول حتى لو طرقت شوي برات الموضوع، كل المنظمات الإرهابية معظم عناصرها معظم شباب باطل عن العمل. وطبعا في فكر خطأ وتدريب على الأفكار السيئة. فإذا من واجبنا نحن كمؤسسات مالية نطلع هذا الموضوع من هذا المنظار أيضا، ليس من منظار فقط مخاطر. بدي أنهي كلامي وما بدي أطول عليكم ببعض التوصيات، وهون أنا حقرأ يلي إدارة البحوث باتحاد المصارف العربية مشكورة حطتها. بالإضافة طبعا أنا بشوف بشكل كتير كبير اللي حكيه الصبح معالي وزير الاقتصاد، مهم جدا أن يكونوا من ضمن توصيات أعمال المنتدى. التوصية الأولى اللي أنا بشوف لازم فعلا تضاف ونخدها بعين الاعتبار وبتمنى على القيمين بأعمال المنتدى أن السبيكر يتناولوها. أولا يجب على المصارف العربية تعزيز قدراتها لتقييم مخاطر التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا في مبادرات كبيرة عم تصير ببعض الدول، صار في بنوك متخصصة فقط وأسميها اسم البنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موجودة في اليمن، موجودة في تونس، في لبنان ما في عندنا هيك، في عندنا جزء
من ضمن ميزانية المصارف بتروح للتمويل، كما ذكرت في لبنان فقط 16%. وهون أريد أن أشير طبعا كمان أمر آخر أصل المصارف العربية، أنه لا يوجد تعريف واضح ضمن الدول عن بالبالانس شيت بالميزانية عن شيء اسمه تمويل مشروعات. يعني نحن فعلا إذا بنطلع على الميزانية وبعد ما طلعنا جمعنا بالاستقصاء اللي عم يعملوا الاتحاد مع البنك الدولي، ما عم نشوف فعلا أنه إذا عنده البنك 8 مليار أو 5 مليار دولار، ما هو الجزء اللي عم يذهب إلى تمويل المشروعات؟ منا كتير واضحة. هذه أول نقطة. النقطة الثانية تفاوت بالمبلغ. هل تمويل المشروعات الصغرى في اليمن مثل تمويل المشروعات الصغرى في قطر أو حتى في لبنان؟ ربما في لبنان مشروع صغير بكلف 50,000 دولار، في الإمارات مشروع صغير بكلف 500,000 دولار. فإذا واحد لا يوجد تعريف ضمن الميزانية عن حجم الائتمان الذي يذهب إلى تمويل المشروعات الصغرى المتوسطة. اثنين، في تفاوت بالأرقام بالحجم لحجم التمويل أو حجم المبلغ وتحت أي كاتيجوري فينا نحطه. بالعودة للتوصيات اللي أنا ربما أرى أنه هي جيدة بهذا المؤتمر، أقول يتعين على الحكومات دعم قدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة وكيفية تحسين الشفافية ومصداقية الحسابات المالية، وهذه شغلة كثير مهمة. وهون أنا بشير أنه توعية العميل أمر هام، وتوعية العميل طالب هذا القرض هي مسؤولية الحكومات، وأعتقد أيضا ربما تكون مسؤولية المصرف ذاته. إذا المصرف عنده إدارة خاصة بالأسامي، بعتقد واحدة من أهم مهامه أن يكون عنده فيه تدريب وتوعية للعميل كيف يقدم ميزانيته، وكيف فعلا as a culture، as ثقافة السداد، مش إذا عمل مشروع وربح فيه بده ياخذ هالأموال ويروح يشتري سيارة ويشتري بيت. المفروض يكون عنده ثقافة التسديد لنقدر فعلا نقول للمصرف مول هذا المشروع ودعمه بطريقة أو بأخرى. ثلاثة، إنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، تقييم احتياجات التمويل وإدارة أفضل للمخاطر. يعني كلنا بعتقد نتفق على موضوع databases. إذا في عندي مركزية مخاطر، قاعدة بيانات توضح هذا العميل فعلا عميل جيد عنده مخاطره قليلة قادر يدفع بأوقات مضبوطة، هذا بيسهل على المصرف أو بيشجعه طبعا أنه يعطي تمويل بصب بتمويل المشروعات. أربعة، يتعين على الحكومات العربية إنشاء هيئة عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأنا دائما أتكلم عن ضمان المصرف، يعني أنا هون بموقع عم دافع على المصرف ولمتن لأنه تمويله قليل، ولكن هون عم دافع. إذا عندنا شركات ضمان القروض هون أيضا بشجع المصرف على موضوع الضمان. بلبنان هناك كفالات، ولكن كفالات طبعا مع كل الشكر والتقدير والمهام الكبيرة اللي عم يعملوه، أعتقد أنه يكون عندنا ضمان أكبر. في بمصر بعتقد صندوق خاص بموضوع تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة. في مبادرات أخرى، في صندوق التنمية اللي موجود بالكويت، ذكريني رجاء صندوق التنمية أستاذ عبد اللطيف، صندوق الكويت للتنمية، ولكن مصادره هذا مصادر حكومات وقراره يرجع للحكومة، وربما يكون هناك أمر سياسي بمكان ما. أنا ما بمول هالبلد ومول هالبلد، مشان هيك آخر توصية أنا بقولها، وإن شاء الله هذا المشروع عم يقوم فيه اتحاد المصارف العربية، هو إنشاء صندوق خاص، والإدارة الخاصة هو أسهل بالتحرك وأسرع بالتنمية. أنا بدعي، وبكرة حيكون في نقاش باللجنة التنفيذية اللي عم يعقدها اتحاد المصارف العربية، بدعي لإنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات الصغرى المتوسطة من المصارف العربية ذاتها، بإدارة مختصة، بمجلس إدارة شفاف، في هناك رجال مصرفي كبار قادرين يديروا هالصندوق هيدا، وبدعي المصارف العربية كلها تساهم بهذا الصندوق. وطبعا حيكون في، إذا أخذ القرار بهذا الاتجاه حيكون في إعلان على هذا الموضوع. وبعتقد البنك الدولي أو المفوضية الأوروبية أو أي جهات داعمة دولية ما حتقول لا على هيك صندوق إذا شافت إدارتها مضبوطة وأهدافها مضبوطة ومشاريعها مضبوطة. بتشكركم وندعي للجميع التوفيق وشكراً.